رجعنا لكم من الفاصل، واول فقره معانا هي فقره الاسنان. وزي ما قلت لكم في المقدمه ان جات لنا اسئله كتيره جدا على مشاكل الاسنان، وخاصه كمان من مرضى السكر اللي بيعانوا من سقوط الاسنان على طول وما بيعرفوش تتعوض ازاي ولا التجميل ازاي. معانا في أول فقرة لينا دكتور محمد عثمان، أخصائي طب الأسنان وزميل كلية الجراحين، صح كده؟ جامعة إدنبرا، سكوتلاند. أهلا بحضرتك، منورنا النهاردة. نور حضرتك والله. دكتور، بيجينا أسئلة كتير قوي في موضوع تعويض الأسنان. عايزين نعرف من حضرتك كده إزاي؟ يعني إزاي كده لما حد أسنانه تقع، خاصة اللي هم بيبقوا كبار في السن، التعويض بقى بيبقى ازاي؟ طيب، هو التعويض عامة كان يعني في زي ما بيسموها اولد سكول او مدرسة قديمة زي ما بيسموها كده، وفي حاجة اسمها اللي هي بتبقى ريسنت او ده الجديد في الموضوع دلوقتي. الاولد سكول في التعويض الاسنان، حد شخص مثلا سنانه وقعت او كده، ايا كان السبب، ممكن يكون مرض سكر مثلا، ممكن يكون حادثة، ايا كان. كان الزمان او السائد كانوا بيعملوا تركيبة مشهورة جدا بالبريدج او الكوبري. الكوبري ده فكرته انه كان بيضطر انه يسند على السنان الجانبية عشان ويبرد منها وياكل منها شويه، على اساس انه يقدر يعوض او يسند عليها في انه يعوض الايه اسنان المفقوده. المفقوده. المشكله ان في دراسات اتعملت قالت ان حوالي 25% من الحالات دي بتتحول للاسف شديد نتيجه ان انا اكلت من السنه سنه سليمه. التحامل. طبعا التحامل. يعني تتحول ممكن تقلب او تتحول مع المدى ممكن طويل، مثلا ممكن تبقى محتاجه علاج جذور او حشو عصب. اذا انا دخلت في موضوع تاني بقى، دخلت في موضوع تاني خالص. فالجديد في الموضوع بيتكلموا عليه دلوقتي، الافضل لو حد عنده اسنان مفقوده انه يفكر في الزراعه. الزراعه انواع كتيره، والتطور في الموضوع ده كان يعني كتر جدا خلال السنين الاخيره دي، وبقى في شركات كتير جدا داخله فيها، تمام. ولكن الزراعه احنا محتاجين بس نفهم، يعني مشكله ان بيبقى المريض جاي مفهومه للزراعه ساعات بيبقى غلط. يعني بتبقى مساله الزراعه نفسها بالنسبه له يقول طب انا هحط الزرع، بيسمع كلام بره ساعات مش حقيقي يعني، ومتصور ان هو مش عليه حاجه. هي دي بتبقى المشكله الرئيسيه. لكن هي الزرع طبعا بيبقى الحل الامثل اللي كله اجتمع، ده احسن حل، احسن حل الزرع، احسن حل طبعا، احسن حل دلوقتي. لكن على المريض جزء لازم يهتم بيه، ان بيبقى بعد ما بيتحط الزرع، ممكن ان شاء الله بنتكلم عليه. لازم بستنى 3 شهور. 3 شهور دول مش الدور عليا انا كطبيب، الدور على المريض نفسه، تمام. انت لازم تمشي على بروتوكول معين، لازم تهتم مثلا بالنظافه العامه، لازم تهتم بنقط مش معينه، مش مجرد اللي هو يزرع وخلاص على لا كده. لا لا لا، مش كده. ده 3 شهور عشان انا طالب من العظم انه يبدا يمسك فيه. والحلو في الموضوع ان انا بعد ما زرعت خلاص، هي انا كده حطيت الحمل كله بتاع السنه المفقوده، التركيبه اللي تتحط على المكان الايه او الفراغ الموجود ده على الزرعه واحده. اذا انا حميت السنان السليمه الجانبيه. أيوة. دي ما تاثرتش بقى طبعاً. بعد الزرع. طبعا. طب دكتور، قول لي كده، التكلفه بتاعت الزرع بتبقى هل هي عاليه زي ما بنسمع، ولا بتبقى انواع، ولا ايه؟ هقول لحضرتك حاجه، هي طبعا هي انواع طبعا. تمام، هي انواع، ولكن التكاليف الموجوده طبعا، يعني انا برضو يعني في عيادات بتحط ارقام، او احنا عندنا بالنسبه لنا بنحط مثلا عروض معينه او بنعمل تساهيل معينه. لكن الجوده تبقى هي يعني المعيار الرئيسي. المعيار الرئيسي بغض النظر عن العروض، الجوده هي يعني دي اهم أنا حاجه. انا هختار مثلا شركه معينه، عيادات بره بيختار شركه نفس الشركه ديت، هم حاطين رقم، انا ممكن احط نفس الرقم، ولكن بنعمل تساهيل معينه في طريقه الدفع او كده، دي بتبقى متاحه عندنا يعني. ولكن القصه كلها دلوقتي تبقى ان في مجال اسنان، ولازم الناس تبقى فاهمه النقطه دي، ان الجوده هي الاساس. يعني انا ما ينفعش ان انا اجي اقول ان انا هخفض السعر وهعمل لك حاجه بسيطه، لا. يعني هي الجوده، انا لازم ما تكملش حاجه وتقع تاني. وبيكون في فريق اعمال عندنا شغال وكده، المساله عمرها ما تقتصر. يعني بتعمل عروض، ولازم فريق، عشان بيبقى فريق عمل شغال كمان. يعني ما فيش حاجه اسمها دكتور واحد شغال على حاجه واحده، يعني في تخصصات عندنا وبيبقى فريق عمل كامل شغال، تمام، عشان المريض ما يضطرش انه يكتشف بعد فتره انه رجع لي تاني بمشاكل نسمع عنها بقى، الزنقه ما نجحتش او كده. طبعا. طبعا. هي دي الفكره كلها يعني. طيب دكتور، الموضوع التجميل بقى، والتجميل يعتبر علاج، مش تجميل مجرد بس كده منظر، لا، التجميل دلوقتي علاج. ده حقيقي فعلا. ازاي بقى؟ يعني اشرح لنا كده ازاي؟ هقول لحضرتك، التجميل دلوقتي او مصطلح التجميل دوت بيبقى شخص بيشتكي مثلا اما ان بتكون اسنانه الاماميه مكسوره، او تكون عليها زي بيسموها ستينز او ديسكالوريشن، يعني درجات لون تغير في الالوان يعني. ساعات تغير الالوان ده بتبقى ليها اسباب وراثيه.
يعني ده الحق يقال. بس الفكره كلها بيبقى الشخص ده مكتشف اللي هي بتبقى ممكن سنان صفرة كده مش او مجرد كده. درجات يعني لما اجي بتكلم على الحاجه الوراثيه دي بتكون سبب مثلا ان بتكون الست مثلا وهي حامل ساعات بيكون نتيجه ساعات نقص في الكالسيوم، ساعات بيكون في يعني بتكون ليها اسباب كتيره جدا، مثلا ولاده مبكره، بتبقى في اسباب معينه لسه كده متحدده، بتغير لون السنين. بتبقى درجه اللون، بتبقى السنه نفسها تكوينها فيه مشكله، تكوين السنه نفسه فيه مشكله، وبالتالي بيضطروا ان هم يعني نبدا يجوا من بدري عشان نبدا نعمل لهم حاجه يسموها القشره التجميليه. القشره التجميليه بتبقى مجرد، ما بتبقاش زي الطربوش، يعني انا مجرد ان انا بعمل يعني بعمل زي ريدكشن او ان انا بمسح مسحه كده صغيره جدا من السنه، وبتبقى الهدف منها ان انا بغي او بعمل كفر او ماسكينج كده للايه، للون الموجود عنده ده او عند تمام. المريض ده. تمام. هي الجديد في الموضوع ان الناس يعني بدات تبص للتكنيك ده او لفكره القشره التجميليه اللي حضرتك عليها دي. طب قالوا طب ما نعملها بشكل عام لاي حد عنده مش مبسوط من الشكل العام او درجه اللون بتاعت سنانه. تمام. وفي حالات معانا اشتغلت عملناها بالشكل دوت، بيبقى مثلا عنده اعتراض على الشكل العام بتاع سنانه، فنقول له ماشي هنعمل لك القشره التجميليه، ولكن في حالات بتبقى اجباري لازم يتعمله لان ما لهاش حلول تانيه. طيب الصور اللي معانا بقى ده نتكلم عليها، الصور بعد إذنكم. دي كانت حاله كده كانت معانا. تمام. اما اخذت وقت كبير وكان في فريق عمل شغال معانا في الايه في الحالات ديت. الفكره كلها ان الراجل كان محتاج ان هو مثلا يعني حاجه عارفه طبعا في اختلاف في فراسه الاسنان في طبعا. او درجه اللون، وحتى بيحتاج ان حتى علاج. المفهوم بس عند الناس لازم تبقى فاهمه ان انا لما اجي اقول ان انا هعمل قشره تجميليه او فينير زي بيسموه كده، وساعات حتى بيقولوا هوليوود سمايل، ساعات بيسموه كده يعني، ال 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 مش كل الحالات تنفع، بمعنى ان هو ساعات لازم بيجي اول حاجه يكشف الاول عشان نشوف تطابق الاسنان على بعضها، الاوكلوجن زي ما بيسموها، ان هم التطابق بتاعهم هل هو مناسب اصلا تمام ولا لا. لان للاسف لو اتعرض للود، القشره دي لو اتعرضت للود وضغط جامد جدا ممكن تعرض ان يحصل لها كسر. يعني دي بتبقى حاله تانية مثلا كده كانت معانا، احنا بتبقى فيه زي كسر موجود. الكسر ده في ناس بتروح تقفله بحشو عادي، ولكن الميزه حضرتك لو ركزي في النقطه ان احنا بنركز ان انا يهمني ان الشكل يطلع ناتشرال او لود طبيعي على قد ما اقدر، على قد ما اقدر. وهي فعلا طالعه طبيعي يعني ما هي سبحان بتبقى الله الشكل ده برضو. اهم حاجه، بيبقى الشكل يطلع طبيعي على قد ما اقدر، هي دي الفكره. ان انا لو نجحت ان الشكل يطلع طبيعي، انا مش عايز المريض يمشي من العياده يتقال له انت حاطط حشو على فكره، انت عامل شغل في متضايق اسنان، على فكره، ما انا مش متضايق عايزين الكلام الموضوع ده ده. يتقال. فالنهارده في تغيرات تطور كبير جدا في النقطه دي. بس هي دي القصه كلها. فبتبقى الهدف زي بيقولوا كده حتى في الكتب، يعني الهدف ان انت عايز توصل للناتشرال ريزلت او النتيجه الطبيعيه على قد ما تقدر، مش مجرد ان انا قفلت مسافه عندي او قفلت كسر عندي، انا مش بس عايز هو كده. فعلا اهم حاجه ان يبان الحاجه طبيعيه، بالظبط علشان يعني حته برضو ان هي بتبقى فيها تجميل بتجرح بعض الناس، بالظبط بالظبط، تبقى حاجه نفسيا كده ده بالنسبه حقيقي، لهم. ده حقيقي، ده حقيقي فعلا. قول لي يا دكتور كده، بما انكم بتنزلوا عروض وفريق العمل مع حضرتك طبعا، لو جالك حد يعني عايز يعمل مثلا تعويض ماشي وعنده تمام. مرض السكر، يعني الرينج مثلا العادي يعني واحد كده نفسه يعوض سنانه عنده مرض سكر، الطبيعي انا عايز اعرف الطبيعي الرينج من كام لكام؟ بصي انا اقول لحضرتك حاجه، هي يعني المساله من كلها مش انا لو حطيت رينج معين الناس هتفهم ان انا طالما انا الرينج بتاعي كمريض سكر تمام، مثلا سي مثلا واحد ارقامه توصل ل 200 مثلا، نفترض نفترض رقم عالي جدا طبعا. تمام، فهيحبط ويقول لا انا كده مش هقدر اعمل حاجه. تمام. فهي المساله مش كده، هي المساله كلها حسب اللي زي بيسموها في الجايد لاينز اللي نازله جديد تمام، ان هو يقول له ايه، ان هو يقول له بص يا جماعه اي حد مريض سكر لازم افهم انت ليه اصلا بطلب منك تظبط السكر بتاعك في قبل ميعاد العمليه بتاعتك. يعني على سبيل المثال لو افترضنا ان المريض السكر ده انا حامله زرع، اوكي تمام. طيب الزرع مفهوم الناس عن الزرع ان هي عمليه وتدخل جراحي، لا لا لا، الموضوع مش كده خالص، الموضوع الناس بتبقى ابسط، خايفة. الموضوع ما بياخدش 10 دقائق، الموضوع كله على بعضه ما بياخدش اكتر من 10 دقائق، بسيط جدا جدا فعلا. وفي حتى حاجه النهارده
بيسموها زي بتبقى جايد كده للدكتور يحطها، بحيث انه يكون ما يقعدش يجرب كتير، الزرعه بتتحط في المكان مظبوط من اول مره وخلاص 10 دقايق الموضوع خلص على كده. في ناس نفسها فعلا تعمل الموضوع ده بس تقول لك انا خايف. لا لا الموضوع ما ياخدش 10 دقايق. وانا اوري حضرتك ممكن يعني في حاجه كمان تشرح الموضوع بتعمل ازاي. بيحاولوا بينزلوها بس مش عارفه تقريبا في مشكله. ما فيش مشكله هي فكرتها ممكن اختصرها لحضرتك باختصار شديد جدا، ان هو دلوقتي انا الزرعه دي بتبقى عامله المريض لو شافها بره تبقى عامله زي مسمار صغير. المسمار دوت لما يجي بيتحط في العظم ماشي، انا مش بحفر في العظم بمعنى الكلمه اللي هو حفر اللي هو ياخد العظم كله على بعض، لا لا خالص اطلاقا، بالعكس انا ممكن لو قلت ان انا هخلع السنه او هخلع الضرس ممكن استغل لفتره الخلع دي ان انا في نفس الجلسه احط زرع، يبقى انا كده وفرت ان انا ان انا مش هقعد اجيب ولا هعمل اي حاجه خالص. تمام. طب بالنسبه للانسان اللي هو خلاص خلع من زمان والدنيا التحمت وخلاص حصل تلاؤم خلاص في العظم يعني، حتى دي كمان موضوع بسيط، لان انا دلوقتي بطلب منه اشعه معينه بتحدد طول الطول بالظبط اللي انا هدخل فيه المسمار ده او الزرعه دي، فهو مش بالشكل اللي الناس متخيله ان في حفر جامد قوي، لا الموضوع بسيط جدا ما بياخدش غير كام ملي. تمام. والكم ملي ده بيتحط ويتقفل على كده زي ما قلت لك 3 شهور. وهنا بيجي موضوع الحالات زي ما حضرتك بتتكلمي على مرضى السكر بقى، هنا بتبقى المشكله. لو شخص السكر بتاعه تمام فوق المعدل الطبيعي، وهنا اصل حضرتك المعدل الطبيعي المفهوم عند الناس مثلا ارقام يعني اقول لحضرتك يعني 100 مثلا، نقول 150 مثلا، ارقام ممكن تبقى كبيره مثلا فور اكزامبل يعني، او ساعات حتى توصل ل 200 و200، والناس مريض السكر لما يقول مريض سكر في مصر رقم ال 200 بالنسبه له ده بيسمعه كتير. يعني انا اقول ارقام مثلا 200 دي بالنسبه له بيسمعها كتير يعني، في ناس اعلى من كده بكتير كمان. هطلب منه انك تاخد علاجك، ان انا يهمني يوم العمليه تكون قللت السكر بتاعك قد ما تقدر، الرقم ده يقل خالص. ليه؟ لان انا يشغلني في زي ما قلت في الجايد لاينز ان انا دلوقتي لو اضطريت ان انا اعمل عمليه معينه او اي تدخل ماشي، التلاؤم بتاع العظم ممكن يكون عرضه لانتربشن او عطله نتيجه ان في بكتيريا هتكون موجوده. الانفكشن معدل التلوث هيكون اعلى عنده، فبالتالي بنطلب منه، ده بتبقى مصلحته. وفي ناس بتزعل للاسف شديد ان احنا نقول له طب معلش روح ظبط السكر بتاعك وارجع لنا تاني، يقول لا انت كده يعني قصدي مش هقول لك تاني ان انا مريض سكر، وفي ناس للاسف بتعمل كده. لا المفروض يبقى عارف مصلحته يعني مصلحه، فانا بقول له لا انت ظبطها عشان مش عشان حاجه، مش عشان مش هشتغل لك، لا ده عشان انا مش عايز الموضوع يفشل. هي ده الفكره كلها، لانه لو انت فضلت السكر عالي اللي هيحصل ان تلوث هيبقى عادي. تمام. هي دي بتبقى المشكله الرئيسيه، انا مشغول ان انا مش عايز تلوث يحصل، عايز يحصل تلاؤم ما بين العظم والزرع اللي انا حطيتها دي، يحصل تلائم ما بينهم كلهم حته واحده، الجسم يعتبر الزرعه دي ان هي حاجه جزء منه، فخلاص مسكت فيه خلاص 3 شهور بس نستحملها زي ما بيقولوا كده. بس لا الموضوع جميل جدا يا دكتور. وكل الساده المشاهدين وكل اللي بعتوا لنا على صفحه البرنامج وخايفين من موضوع تعويض الاسنان، خلاص بقى تروحوا للدكتور محمد وهو ان شاء الله، وبيقول لكم ما بتاخدش وقت يعني. ما بتاخدش وقت خالص، موضوع بسيط ان شاء الله يعني. ان شاء الله. شكرا لك يا دكتور قوي، شرفتنا. شكرا لك والله يا فندم. وهنطلع فاصل ونكمل بقى فقراتنا. ورجعنا لكم من الفاصل ومعانا المستشار سمير هدية رئيس مجلس إدارة جمعية المقطم لحقوق الإنسان ومساعد أمين تنظيم الجمهورية للحركة الوطنية المصرية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، منورنا النهاردة. الله يخليك. إحنا عايزين نعرف يعني موضوع الجمعية. الجمعية بقت مشهورة جدا وبتعمل أعمال خيرة كتيرة قوي الحمد لله، وبنشوف وطبعا احنا يعني متابعين المجهودات اللي بتعملوها، فعلا يعني حاجه تشرف. ربنا يبارك فيك، شكرين. عايزين نعرف بقى ايه دور الجمعيه ايه؟ والله دور الجمعيه احنا في البدايه احنا طبعا جمعيه حقوق انسان، دي نمره واحد. نمره اتنين لما انا دخلت في المجتمع المدني، انا من بدري في المجتمع المدني لقيت في قصور، يعني لازم احنا نشارك في محو الأمية، في التعليم. تمام. في الصحة كنا بنعمل قوافل طبية. في حاجة تاني المساعدات العينية. المساعدات العينية دي الأسر الفقيرة طبعا. عملنا سيستم في الجمعية كده مشينا عليه، كل 3 أشهر بنحط كده مواضيع ونشوف خلصنا منها ايه، واللي ايه اللي مخلصش ومخلصش ليه كده يعني.
سيادة المستشار، أنا عرفت إن أنتم ما بتقبلوش تبرعات. لا أنا بصراحة من ساعة ما فتحت الجمعية من 2015 حتى تاريخه لا أقبل أي تبرعات مادية نهائي نهائي طبعا. احنا بنقبل تبرعات عينية عبارة عن مواد غذائية، ودي بتتوزع بسيستم معين، وبالكشوفات دي بيمضوا عليها الناس اللي بيستلموا الحاجة، وتروح للشؤون اللي هي بتشرف على الجمعيات، على الجمعيات كلها وعلى المؤسسات يعني، بطريقة منظمة يعني. ولكن هو بصراحة احنا في حاجة جديدة انا يعني عملتها من فترة قريبة، حسيت ان في قصور من بعض المنظمات يعني اللي هي دار الايتام والمسنين والحاجات دي، فقررت ان احنا كل شهر نزور دار. وللاسف الشديد احنا دلوقتي بنزور كل شهر 4 5 يعني، في الشهر بناخد 4 دارات او 5 دارات. طبعا انا مبسوط جدا، بس هو جهد طبعا على اعضاء مجلس الاداره وعلى رؤساء اللجان والمستشارين في الجمعيه. بس احنا فرحانين بصراحه يعني. النهارده انا بكلمك الناس موجوده في دار مسنين في الخنكه، احنا واخدين القاهره الكبرى، وان شاء الله الايفنت اللي جاي على طول هيبقى في المنصوره ان شاء الله. يعني ده خامس ايفنت النهارده اللي بيتعمل في الخنكه، دار مسنين بجوار المعهد الديني، يعني دار كبير فيه تقريبا 70 مسن. كنا قبل كده برضو عند المهندس محمود وحيد برضو في الدقي، شاب كويس جدا عامل يعني مؤسسة كبيرة، عنده تقريبا 4 دارات للمسنين والأطفال الأيتام. أنا طبعا بحييه المهندس محمود وحيد، ويريد كل المصريين، هو طبعا شاب مهندس عنده 37 سنة ومجتهد بصراحة، وعامل شغل كويس يعني في المؤسسة بتاعته. فاحنا بنحب ان عايزين المؤسسات كلها، للاسف في مصر تقريبا في حوالي 56,000 جمعيه الاصليه بتقول كده، يعني ممكن اقول بيشتغلوا تقريبا 1000 جمعيه. 1000 جمعيه والباقي كله يعني للاسف، لان هو المفروض يعني العمل الاجتماعي ده والعمل المدني بيبقى يعني مغروس في الانسان. يعني انا لو قعدت نابع من داخله يعني عايز يعمل نابع. خير عايز يعمل خير. لو انا قعدت لغايه الساعه 2 بالليل او 3 بالليل بكون والله مبسوط جدا. يعني بروح البيت لو انا مرهق او تعبان خلاص، مجرد ما نمت نسيت كل حاجه، ومفيش اي حاجه، واصحى الصبح عملي عادي. دي بتبقى بقى قدره من عند ربنا، ربنا سبحانه وتعالى. والناس اللي معايا يعني بصراحه يعني لجنه مساعدات، طبعا انا بحيي الشيف امينه رياض، وحيي شيف همت والشيف مرفت ومفين النشار، معايا مجموعه كويسه جدا بصراحه ساعديني جدا في الموضوع ده. انا كنت لسه طبعا في دعم من ناس معينه بقى. في دعم طبعا ناس معينه زي العالميه الشيف دعاء نصر في اسكندريه، بتشارك معانا على طول بصراحه، كل ايفنت موجود تبقى موجوده معانا، يعني سواء موجوده بالحضور او موجوده يعني بتبرعات عينيه. وانا بشكرها طبعا، وبشكر كل اي حد بيساعد معانا في الامور دي، لان الامور دي بصراحه يعني اصل الحكومه مش هتشيل كل حاجه بامانه يعني. طبعا. فلازم احنا نمشي بالتوازي مع الحكومه بقدر المستطاع. انت النهارده لما تمحو اميه انت عملت حاجه. طبعا. لما تعمل القوافل الطبيه برضو انت ساعدت مع الحكومه. لما تعمل مساعدات عينيه انت برضو حطيتي، هو ده مسكن على فكرة. ولكن انا ان شاء الله الفترة اللي جاية بإذن الله يعني ممكن شهر او شهرين بكتيره ان شاء الله هيكون عاملين ان شاء الله، يعني احنا بنعمل مركز طب دلوقتي للجمعية، وبنعمل يعني هنعمل مشغولات يدوية والكلام ده عشان تساعد في الدخل، لان انا بصراحة يعني الواحد تعب بصراحه من موضوع. كنت لسه هسال حضرتك على موضوع الدخل، دخل الجمعيه بقى منين يعني؟ والله انا يعني انا شخصيا متكفل بايجار الجمعيه، ومتكفل بمصاريف الجمعيه كلها بصراحه يعني. لان انا طبعا انا عارف ان البلد بتمر بحاله استثنائيه، فانا رافض طبعا موضوع التبرعات الماديه، لكن ممكن فيما بعد ان شاء الله يبقى في جمع مال عادي اما الوضع يستقر والدنيا توضح. لان انا مش عايز يعني ان اسمي يخش في اي حاجه فيها شبهه او اي حاجه من هذا القبيل. ما شاء الله فعلا يعني حضرتك تعتبر معلش عمله نادره. ربنا يخليك بجد يعني. طب عايزين نعرف بقى موضوع الخارج. ايه بقى دور الجمعيه في موضوع الخارج ده؟ يعني عايزين نفهمه. اقول لسعادتك يعني من ناحيه ايه؟ حضرتك يعني اللي فهمته يعني ان في موضوع ايطاليا او كده
يعني مهرجان قصدي حضرتك؟ احنا كنا عندنا مهرجان للطهاة يعني من حوالي تقريبا شهر 11، من 16/11 ل 22/11. ده كان مهرجان دولي اسمه المهرجان العربي الافريقي الدولي. شاركت فيه ناس من افريقيا وناس من دول عربيه وناس من اوروبا، وجاء ده كان تحت رعايه معالي الوزير اللي هو خالد فوضى محافظ جنوب سيناء. كان بدعم من الدوله ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا، وعملناه يعني ونجح نجاح باهر يعني الحمد لله. كان مهرجان كبير جدا وحقق نجاح كبير جدا في مجال الطهاة. يعني انا طبعا عندي لجنه اسمها لجنه الطهاة، مسكها الشيف عبير جابر رئيس لجنه الطهاة، وعندي مجموعه شيفات منتزين. فطبعا فكرنا في الموضوع ده من حوالي سنتين، ولما استقرينا قلنا نعمل مهرجان كبير ودولي. يعني كل الناس هي بتبدا بالمحلي بصراحه، لكن انا حبيت ابدا بالدولي، اخدها على طول كده من الاخر وصراحه كان ناجح جدا، بس بدعم الدوله. سمعت عنه بدعم الدوله يعني بصراحه، اللي هو خالد فودة كان مسهل لنا حاجات كتيره، السيد احمد جنينه برضو سهل لنا برضو حاجات كتيره يعني بصراحه. كان في شرم الشيخ بنشكرهم جميعا بصراحه، لان كل الناس دول وطنيين يعني ساعدونا بقدر المستطاع، واحنا نجحنا المهرجان بقدر المستطاع برضه. وكان معنا لجنه تحكيم دوليه من اليونان وناس يعني محكمين دوليين من اليونان وهنا وهنا، وعملنا طبعا. وكان طبعا المفاجاه ان مصر فازت بالمركز الاول ما شاء الله. المركز الثاني كان ليبيا، المركز الثالث كان السعوديه. عايزين كلمه لحضرتك لكل رجال الاعمال في مصر. اقول لهم بصدق يعني؟ بصدق. بصوا على الجمعيات الصغيرة، دعموها مش شرط بالمال، سندوهم بالامور. يعني انا بعمل مركز طبي، هتقولي لي حققت ايه مثلا في من 5 سنين واحنا سادس سنة دي للجمعية؟ هقول لك حققنا حاجات كتيرة جدا. حققنا ان احنا عملنا جبنا عربية لنقل الموتى، دي مش تبرعات على فكرة، دي 5 اصدقاء معايا انا شخصيا، وجمعنا مبلغ تقريبا 250 الف جنيه وجبنا العربيه دي زيرو من عند مكاوي، واتبرع بيها الاخ اللي هو صديق ليا للجمعيه وموجوده حاليا في الجمعيه دي، بتخدم الناس الفقراء يعني مجانا، ما بناخدش حاجه من وراها. دي حاجه. الحاجه الثانيه عملنا، انا بقول لك على الحاجات الكبيره اللي اتعملت. المهرجان الدولي ده عملنا، بنعمل المركز الطبي ده ان شاء الله، كله ده في ال5 سنين، بالاضافه ان احنا بنعمل حفله ليوم اليتيم كل سنه، حفله للام المثاليه. جميله انا شفت الصور بتاعت حفله يوم اليتيم دي. حاجات دي بنعملها كل سنه يعني، وعلى نطاق واسع يعني. وبنكرم 10 امهات، مش شرط عدد كبير، بس بنجيب 10 امهات تكون في اضيق الظروف وتعبت معاهم عشان تعلموا، مخرجتهم مهندسين دكاتره اطباء يعني حاجه زي كده. بجد يعني حاجه تفرح، ربنا يخليك يعني. طبعا انا بشكر القناه طبعا على دعمها لينا، والله بكلمك جد يعني. فعلا يعني احنا فعلا عايزين حاجه زي كده في البلد دلوقتي، والبلد يعني طبعا بتمر بمرحله فعلا عايزين مرحله استثنائيه صعبه، فعايزين فعلا رجال الاعمال يساندوا الجمعيات والجمعيات الصغيره، الجمعيات الصغيره عشان تكبر. لان انا يعني انا مش بعيب على الدوله بصراحه، انا بعيب على يعني في كام جمعيه كبيره كده من غير ما اذكر اسامي طبعا معروفين، كل الدعم رايح لهم. فانا انا هشتغل ازاي؟ المفروض تتقسم يعني. لا يعني الجمعيات الصغيره، شوف الجمعيه، انت حضرتك هتسال، مش هتسالني انا. لا انت اسال التضامن للجهه الحكوميه، قول لهم انتوا عندكم كام جمعيه؟ يعني اي شغل بيتم في انا بشتغل على انا عندي كذا فرع للجمعيه يعني. يعني عندي حد ماسك، مش شرط فرع ان انا فاتح مكان، لا حد ماسك المكان يعني. عندي اسكندريه، اسيوط، الاقصر، البحيره، ما شاء الله. يعني كل الافرع دي شغاله معايا يعني بتدعمني وانا بدعمهم. بس احنا مركزين برضو على محو الأمية والكوافر الطبية، دي أهم حاجة اللي هي بنقدر احنا نعملها بسهولة، مفيش يعني مبالغ كبيرة بتتصرف. بجد أنا مبسوطة جدا وفخورة جدا بالجمعية
ويا رب يعني اشوفكم اكبر جمعيه في مصر يا رب فعلا، وجودك ان شاء الله ووجود الناس حاجه فعلا فريده، ان حد يطلع يقول لي يعني دلوقتي احنا مش ما بنقبلش خالص الماليه خالص خالص, خالص. ولو سالت حضرتك حتى يعني تعرفي ان احنا التبرعات الماليه دي بيبقى عليها يعني هي في جمعيات كويسه برضو عشان ما نظلمش الناس، برضو في جمعيات كويسه جدا وماشيه بسيستم كويس جدا ومؤسسات كويسه بس مش معنى ذلك ان انا يعني اقبل. انا القناعه عندي كده بصراحه ان انا البلد بتمر بظروف استثنائيه دلوقتي، فانا ما اقدرش تعملوا الخير وبتساعدوا ولكن انا طبعا حقوق الانسان دي انا عندي اللي هو عاطف زايد ده ماسك رئيس لجنه كان نائب مدير امن الجيزه ماسك رئيس لجنه حقوق الانسان عندي في الجمعيه. ما بيبقى في اي مشكله مثلا في اسم بنحاول نخلصها لان ممكن برضو الضابط اللي جوه بيبقى مظلوم. تحياتي لسياده اللواء طبعا على مجهوده بصراحه يعني كان لسه قريب في من حوالي في الصيف اللي فات ده كان بيزور سجن تقريبا ترى والمزرعه، فليه مكان كده ناقص ومراوح ناقص وحاجات، فالراجل تبرع وجاب لهم مراوح وحاجات. ربنا يجزي خير ويا رب اشوف كل جمعيات مصر زي جمعيه المقطم. ربنا يخليك. بشكر حضرتك جدا على اللقاء ده وان شاء الله يتجدد ونشوفكم اكبر جمعيه في مصر. ربنا يخليك يا استاذه. شكرا حضرتك. شكرين يا فندم. هنطلع فاصل ونواصل بقيه فقراتنا. الجمال HBC. قناة الصحة والجمال رسالتنا: الصحة والجمال أعظم نعمتان على الإنسان، والصحة مفتاح الجمال، والجمال رمز الصحة. وقناة الصحة والجمال قناة متخصصة تقدم الحياة من منظور الصحة ومنظور الجمال معا، فهي تعنى بالصحة والجمال بشكل تثقيفي وتعليمي وترفيهي وبأسلوب علمي مشوق، فهي تقدم الوقاية والعلاج والتعريف بالأمراض والتعامل معها، وهي تسعى لتوفير المعرفة والخدمات للمرضى والأصحاء، وهي تخدم جميع طوائف الجمهور وتأخذ بأيديهم إلى حياة مليئة بالبهجة والجمال. كرة تعالى خش كرة. هو مش كفاية الواحد شقيان عشانكم؟ ها؟ بروح الواد هيموت في ايدك. انا هربيه. انت كويس يا ابني؟ انا كويس يا ماما. من غير كذب كنت فين؟ كنت بلعب كورة بعد المدرسة وصحابي قالوا مش هنتأخر وهنرجع على طول. أنا عارف إن أنت بتحب تلعب كورة، بس مش كان لازم تقول لنا الأول؟ أنا غلطان مش هعمل كده تاني. مفيش لعب كورة يوم الخميس عشان تعرف تظبط وقتك، اتفضل. أيوة أولادنا بيغلطوا ولازم يتربوا صح، بس إحنا كمان نراجع روحنا ونعرف نربي صح. بالهداوة نكبرهم وبالقساوة نكسرهم. القصة ما بتخلصش هنا. ندى هاتي قلم عشان احل الواجب. وانت قلمك راحت فين يا باسم؟ ما هو ضاع مني في المدرسة. لا هو مش كل شوية تضيع حاجتك في المدرسة. دي مش أول مرة تضيع حاجتك يا باسم. خلاص بلاش أقلام ومش هحل الواجب ومش هروح المدرسة دي تاني. أنا مش عارفة ماله، ده حتى ما رضاش ياكل. ماما عايزة أقول لك على حاجة حصلت لي باسم النهاردة. التنمر اي حد ممكن يعدي بيه بس نقدر ننهيه. باسم ممكن تقول لنا ايه اللي حصل معاك النهارده في المدرسه؟ احنا معاك، خلينا نتكلم ونشوف ممكن نعمل ايه. الهزار التقيل، التريقه، التحفيل، كل ده اسمه تنمر. ده لا شطاره ولا قوه شخصيه، ده عنف واذيه. انا ضد التنمر. للمشوره اتصل بخط نجده الطفل 16 30. الصحة والجمال HBC.
رجعنا لكم من الفاصل ومعانا دلوقتي المفاجأة اللي قلتها لكم من أول البرنامج. لكل أب وأم فعلا بيهتموا بصحة أولادهم. إحنا يعني من حوالي 10 سنين كده لما يجينا دواء وتبقى فيه معاه سرنجة ونبقى عايزين نقيس مثلا 5 سنتي عن طريق السرنجة ونروح نديها على طول. إحنا دلوقتي اكتشفنا إن هي عادة سيئة وسلبية جدا، مع طبعا اكتشاف البديل اللي هيكلمنا عليه دكتور أحمد محمد صالح. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. حضرتك لما كلمتني على الموضوع ده فعلا شدني جدا لصحة أولادنا، موضوع السرنجة. هو طبعا يا فندم موضوع السرنجة ده زي ما قولي حضرتك بقت عادة موجودة جوه كل بيت، بمعنى ما فيش بيت ما بيستعملش السرنجة، وإذا كانش ما بيستعملها مع إزازة دواء أو بيدي بيها دواء، بيشربوا بيها مية، بيشربوا بيها ينسون، بيدوا البيبي بيها ملك أو ده أساسي حليب. فبقى شيء زي ما تقولي حضرتك كده زي الملح والسكر في البيت. فالعالم كله بدأ يطور الموضوع ده، وكل الشركات العالمية اللي هي بتاعت الدواء بدأت تلغي خالص خط السرنجة وتتجه لحاجة تانية اسمها منظم جرعات الدواء، أو بالإنجليش بيتقال أورال بيبيت. الأورال بيبيت أو منظم جرعات الدواء ده شيء صحي سهل على الأم، أمان للطفل، وكمان أرخص كمان، يعني مش هقول حاجة كمان كوست أعلى، لا بل كمان ده كوست أقل أو تكلفة أقل، وأمان للطفل وسهولة للأم. سهولة بقى في إيه؟ سهولة إن هي بتبقى مطمنة للطفل إن هو ياخد الجرعة مظبوطة، سهل إنها تغسلها وتنظفها بدون أي بريكوشن. يعني السرنجة اللي هي المعتادة اللي إحنا بنشوفها سواء الملونة أو العادية بتكون البارت بتاعتها كتيرة، جزء كاوتشة سودة وجزء بعض الزيوت واللي بيستخدموها في الداخل وأحبار وي 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 وي. دي في بريكوشن في استعمالها، ما تقدرش تعقمها كويس بمية سخنة، مستحيل تبقى هي ضرر. ما تقدرش، ما هو الانستراكشنز والتعليمات كده. يعني هي تعليماتها ممنوع تستعمل مية سخنة في تنظيفها. طب انظفها ازاي؟ طب الجزء البارت اللي هو الكاوتش اللي بره ده اعمل فيه ايه؟ لازم اخلعه خالص عشان انظفه وارجع اركبه تاني. يعني بقت عمليه بقت ايه صعبه، مع عدم وجود بديل كان ده المتاح قدامنا. لكن لما لقينا ان في بديل العالم كله بيستعمله ومناسب لينا وكمان بادفانتج اعلى، يعني غير ان هو امان في كمان فاسيلتي اعلى. اعلى في ايه بقى؟ يعني اذا كنا اوري حضرتك ان المنتج نفسه عباره عن قطعتين اتنين، بمعنى اما تيجي هتغسلهم هتبقى مجرد قطعتين هيتغسلوا ويتشفوا ويركبوا تاني وخلاص. كمان في شيء مهم جدا احنا اضفناه، ويمكن ده بقى بالنسبه لنا في مصر ده احنا اللي عملناه يعني مختلف خالص، ان عملنا تدريج بدون حبر بارز. مستحيل يطلع مع غسيل مع بالايد مع مع أمان. مع امان امان للطفل، امان للطفل. وحاجه تانية برضه عشان في موضوع الكوست بالمناسبه، هيطول عمرها بدل ما التدريج كان يتمسح لازم تشتري غيرها. كده عمره ما هيتمسح. يعني هي ارخص وامن وسهل واسهل. طيب احنا بقى ليه بنروح للعاديه المضره لاطفالنا؟ بص حضرتك هي العاده، هي عاده لا نغيرها او الطبيعي يعني العاده دي بقى نغيرها. هي العاده. طيب هي انا اعرف اللي هي معروفه قوي في بره، يعني في الدول الاوروبيه عامه معروف الموضوع ده. هنا ليه مش مشهور قوي يا دكتور؟ هنا يا فندم زي ما قلت لحضرتك، هو احنا هنا مع الموروث، يعني ايه؟ يعني اللي ماشيين عليه طول عمرنا، اللي احنا متعودين عليه. يعني انا مثلا بلاقي بعض الناس بتيجي تسال وتقول طب يا جماعه احنا مثلا بنستعملها مع اولادنا بقالنا 20 سنه ما حصلش حاجه. طب انا دي 20 سنه يا جماعه الخير كنا بنشوف مثلا حجم من كم حجم من مستشفيات السرطانات وما شابه الموجود دلوقتي والقلق والضرر. ما بتبانش دلوقتي، بتبان على اللونج ران، بتبان على المدى البعيد، وكمان ما بنحسهاش واحنا في يعني ما بديش الجرعه يحصل له حاجه. احنا بس مجرد اذا كان هنا في دوزي هنا او في المنظم في ادفانتج زياده دوزي ده الاسم اللي حبينا نكون يكون مناسب او ملائم، بحيث ان هو يبقى مرتبط بالطفل. جميل. وكمان يعني ايه يعني سهل في النطق يعني. دوزي حلو. موجود في الصيدليات، موجود في الصيدليات يا فندم، وزي ما قلت لحضرتك من غير اي تكلفه زياده. يعني هو اللي بيدفعه هنا هو بيدفعه هنا بالظبط، ويمكن ارخص لان هو هيستعمل دي لمده مثلا شهر، دي هستعملها اسبوع. اوكي.
شرفتني يا دكتور. ميرسي يا فندم لحضرتك، واتمنى ان انا ما اكونش يعني طولت او كنت كلامي سريع شويه ولا حاجه. شرفتنا. شكرا جزيلا لحضرتك وبشكركم على حسن المتابعه، واستنونا ان شاء الله في الاسبوع القادم.